كيف استقبلت أو كيف تلخصين لنا هذه الكلمة؟ أنا موجودة على مقربة من بيروت في القصر الجمهوري في منطقة بعبدة، وأبرز ما قاله الرئيس سعد الحريري هو تحدث وفصل بنود الورقة الإصلاحية، وأبرز ما جاء في هذا الأمر هو تخفيض عجز الكهرباء 1,000 مليار ليرة، وهكذا يكون مجلس الوزراء لم يلبي طلب وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر، إذ كان يطالب بمبلغ أكبر عجز الكهرباء، ولكن مجلس الوزراء خفض هذا العجز أكبر من طلب أكثر من ما كان يريده وزير الخارجية جبران باسيل. أيضا المهم في ما أقرته الورقة الإصلاحية وفيما أقره مجلس الوزراء هو تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، إلغاء عدد كبير من الصناديق والمؤسسات، وأيضا ضم إلغاء وزارة الإعلام، وربما يعني بحث أين يمكن إلحاق الموظفين كي لا يخسر أحد وظيفته في هذا المجال، وأيضا بنود تتصل بالإسراع في تنفيذ مشاريع السدر خلال 3 أسابيع، إقرار المشاريع المتصلة بمشاريع السدر، وأيضا التنسيق مع المجتمع المدني لإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. إذن الرئيس سعد الحريري هنا يعطي رسالة إيجابية للمتظاهرين، يقول لهم إنه يريد أن ينسق معهم في أبرز مطالبهم، كما أيد مطلب المتظاهرين في إجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا ما كان هذا الأمر يشكل حلا للوضع في لبنان، وقال إن ما تم التوصل إليه هو بمثابة انقلاب مالي، لأنه نتيجة هذه الإجراءات تم التوصل إلى عجز في موازنة العام المقبل، موازنة العام 2020 يبلغ 0.6%، وهو عجز يعني لم تقره الحكومات اللبنانية هذه النسبة المنخفضة التي تقارب الصفر منذ زمن كبير، دائما كان يكون هناك عجز في موازنات لبنان. إذن هذا ما قدمه اليوم الرئيس سعد الحريري، قدمته الحكومة اللبنانية باجتماع رأسه رئيس الجمهورية، ولكن يعني طرحت سؤالا على وزير المالية، نعم، على هامش خروجه من الجلسة، إذا ما كانت هذه البنود ستطبق بالفعل، فتمنى أن يتم تطبيق هذه البنود، وقال إن شاء الله، يعني الأمر هو رهن التطبيق. أيضا طرحنا أسئلة على وزراء خارجين من الجلسة، إذا ما كان سيحصل تعديل حكومي، إذا ما كان وزراء سيتقدمون باستقالاتهم أو سيتم تغيير بعض الوجوه، ولكن هذا الأمر ليس مطروحا الآن بشكل فوري، ربما يحصل قريبا ولكنه ليس مطروحا بشكل فوري. إذن هذه هي الأجواء هنا في القصر الجمهوري في بعبدة.